مش بلاني، أنا منذ زمان تقريبا أكثر من 30 سنة، دونك وقت وفرت لي الفرصة ونتقدم بالشكر لسيادة الرئيس اللي منحني الفرصة هذه باش نجموا نصلحوا اللي نقدروا نصلحوا بالتعاون مع الناس كلها راهو، لا للإقصاء. اثنين، وجودي اليوم كما قال السي كمال باش نأكد العلاقة الطيبة راهو اللي ما بين الوزارة والجامعة. بدا يكون باش نكونوا واضحين. دونك قال لي تنجم تحضر، قلت له نحضر سي كمال ونشارك معاكم في الندوة الصحفية ويجي خنصلحوا الرياضة في تونس. بالعكس أنا نحب الصبغة التشاركية، الناس كلها تشارك مثالش. سبني ونصلحوا مثالش. أما لا للإقصاء، دونك نحب الأطراف كلها تشارك. كل حد ينظر لمصلحة الرياضة من زاويته. مش مشكل مقبول ونلقاو فينالمون ان تيران دونتون في نهايه المطاف. دونك نحبش كف عليكم ياسر بالكلام، انا ما نحبش برشا الكلام، انا نحب الانجاز، انسان عملي. دونك واللي ناكد لكم اللي الفيفا والكاس مستعدين باش يساعدونا الى ابعد الحدود في اطار مش تدخل، راهو في اطار الاكسبرتيز. بالله تحب ناكد على الكلمه هذه، معناتها سون دي اكسبير يعاونونا على النهوض بقطاع الرياضة وبتنظيم القوانين متاعنا. كيف حالات عندها منشوش بيجازة على أساس أنه نزارون في كمية الأكوانة في كمية الأكوانة؟